أحسن الله إليكم. في سؤالها قبل الأخير تقول: ما الحكم في أن يستعمل المسلم شيئا جاءه هدية أو صدقة وكان صاحب هذه الهدية أو الصدقة قد غصبها من أناس هم في حاجة لبيعها وهي ملك لهم؟ إذا كان يعلم أن هذا المال حرام فلا يجوز له أن يقبل الصدقة منه ولا الهدية منه، لأنه مال حرام، عليه أن يرفض قبوله صدقة أو هدية أو غير ذلك لعلمه أنه حرام. أما إذا لم يكن يعلم أنه حرام، يعني كان الرجل عنده مال مباح وعنده مال حرام وهو لا يعلم أن هذا من الحرام، فلا بأس بقبوله والأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، يتعاملون بالأمور المحرمة، لكن ليس كل ما عندهم هو من الحرام، عندهم شيء حلال وعندهم شيء حرام. نعم.